تحت السدرة وانا ادور دواعي بك 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 بكيك الدجاجة واحنا الديك يا باي شو متحمس لمباراتنا يا اما شو نفسي اجلد نادي الماني اسمع ولا بوصلك بك ولا اقول لك تسمعش انا مجنون اتفاهم مع حيوان زيك دجاجة حقيرة والله العظيم انه هذا الزلمه نافق اقسم بالله بك 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 بكيك انت الدجاجه واحنا الديك طلع انك تقول لي شو شعورك لما تلعب مع وصيف دوري ابطال اوروبا اوه ماي جاد والله شعور خرافي لو تشوف شعوري لغير تقول هذا طاير من فرح مبسوط يا اخي من جوا مبسوط شايف ركبك بتخبط مهزوز مرعوب متلبط احكي الصراحه خايف ولا مبسوط؟ وك علي الطلاق اني مبسوط مبسوط لدرجة اني ممكن اقوم وانتف ام ريشة بك 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 ياك لا شكلي بحلم صار يطلع لي بالحلم ابن الصرمة بك 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 ياك انتو الدجاجة واحنا الديك شوف انا مش جاي اغلبك ولا جاي اصحيك من نومك وهيك لا 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 انا جاي اسالك سؤال كم بتحبوا تاكلوا جوال من توتنهام شوف اذا جول فما دون احكي لي شوال قمح بدك تنتهي تعادل صعب والله ما بعدك لانه احنا الدجاج كثير عنيفين بدك اكثر من جول يعني او مش بدك يعني هو انت مش طبيعي 5-6-7 بالحدود هاي قول لي شوال شعير طبعا هذا الحق كليته بس عشان مشاعرك شوف انا قديش خادمك يا الله ما احسنني شوال علف مركز مزبوط شو عالف مركز يعني راح اقوم واب شكلك واحد ريبني يا جزم يا رقم 3 رقم تعال سريع تعال ريبني قبل ما يدخل علينا يبش يقتلوني موت شنيعه اذا معك دم ارميلي اه رقم 4 كفرنا مشان الله بس خليك اصبر شوي هسه اول ما يقومني غير اقوم اجلدكم انا ابغى انفخ عينيكم بكياك مين اللي كاكا فيكم شو ما فيش حد مين اللي كاكا فيكو؟ ولا انتوا وياتكم ايش تخوضوا علي؟ لا يروح هذا داخل في التيم، لا يروح هو التيم اللي بشوا علينا وفاتح اول وقاعد تخوض علي. والله بيعملها هذا القندر الحقير. رقم 1 هرب شكله؟ بك بك بكك. انتوا الدجاجة واحنا الديك. اليوم يومك يا قمر، شوف جاهز ولا تفصيل؟ بتكش تحل عني؟ ولا خلص اعتق رقم 3 ارمي لي المسدس. رميت؟ هاي وصلني خلص افنشك بالطاو والله حيوان حقير قندرة مين اللي قتلني؟ قلت لكم كفروني تعي الحمد لله فيش حد بس بعض المباراة براحتي مش راح يطلع لي ابن الصرمة بايرن ميونخ ذاكرين النادي الانجليزي اللي لعبنا معاه اللي اسمه ارسنال ذاكرين كم جلدناه 10-2 والصراحه انا من يومها مش حاسس في متعه في بايرن ميونخ انا زهقت بلشت ازهق يا عمي افوز 1-2-3-4 بدي عشرات 12 ميات بدنا نجلد حتى الكل يخاف منا انت مش ملاحظين انه اخر الزمن نادي زي هذا اللي اسمه توتنهام قال يجي يتحفل علينا ولكو احنا كنا ما حدش يقدر يتخن يحكي حرف معانا فشايفين اللي عملناه في ارسنال العشرة اللي فقناها لارسنال بدي زيها لتوتنهام اكثر من 10 اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق انتوا فزتوا على ارسنال 10 لمست امي يا ابن الصرمه ارسنال المغيرو اللي بلبس احمر وابيض ارسنال المغيرو فقعناها 10 باك 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 وان شاء الله انتم كمان اليوم تاكلوا اكثر من 10 عشان اوريكم كيف تخوضوا على اسيادكم والله ما ظل في بايرن ميونخ غير يطلع نوير قال هيك بنروح جول هيك بنروح جول مش جول ولك نوير على الجول السد المنيع بيجي بيقولوا لي اشتقنا الذي يستحق ان يكون في المنتخب الالماني شوف كيف بصد شوف هذاك مصور هذاك بيطلع يصور شو اسمه المهاجمين فرق السماء والارض بين نوير افضل حارس في التاريخ واشتقن اللي يعني قال انه بيلعب لبرشلونه خلص الامور شو اللي بيلعب لبرشلونه ما برشلونه متبهدل ما اكل هوا من ورا اشتقن ولا كلين شت لحد هسه نوير يلا ان شاء الله بايرن ميونخ
له مستقبل في هذه المو... هذا 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 ابو 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 هذا الكوري ليش تتركوه؟ هاي ثاني مره ب... لو انه مسكها صح، لو انه ما تعرقل كان هسه راح تبصر وين، ما راح بتروح الجول لانه اكيد نيويورك، اكيد نيويورك، اكيد نيويورك. هاي المره الثالثه لا تفلتوا يا متخلفين، لا تفلتوا، هذا 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 الصيني ما مش طبيعي. صحصحوا وركزوا مشان الله. الله يسهل عليك يا لام. فيليب لام افضل مدافع مر في تاريخ. باك باك باكيك، قلت لك انت دجاجه واحنا ديك يا صديقي اسبوع، وانا فاهمك انه انت بتلعب مع وصيف دوري ابطال اوروبا، يعني مش مزحه، يعني احنا مش زي ارسنال النادي العار على انجلترا اللي اكل منكم 10، احنا نادي الدجاج توتنهام. ولك هذا الجول الاول ولسه الدقيقه 12 ضايل قديش 80 دقيقه والحساب بتحسب. سوف نجلدكم ونجلد ابوكم. باك 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 ياك. اخلص انت الثاني بطلق تزعق، مش ناقصني انا بطلع شو بسوي فينا، بطلع هذول بحفل علينا وهذول خسرانين والكم شايفين يا بايرن ميونخ شو بصير فينا، القنادر واللي ما بسوى بيجي بحفل علينا. الله يرحم ايامك يا رونالدو. مين رونالدو؟ ريبري وروبن. الله يسهل عليك يا روبن. الله ما كنت تتهى. الحيوانات اللي بريج صارت تحفل علينا وين نروح بوجوهنا. شكله راح يصير فينا زي سي ميلان، نقعد نقول سنعود وما سنعود، مشكلة انه احنا اثنين نلبس احمر. مش هاو! What the f is this؟ حطوا جول بعد دقيقة، حط جول، لا تسمح لهم، لا تسمح لهم ياخذوا نفس. يلا ادخل اشوف. ادخل اذا انك زلمة، ادخل. كاش تدخل؟ انا بستنى، انا بستنى. مش راح يدخل اكيد لانه احنا عدلنا. بيروح روبن وريبري، بيجي كمش كمش يكمشكو كمش ينت فريشكو تنتيف يا ولاد الصرمه. بايرن ميونخ هذول بيلبسوا ابيض نفس ريال مدريد يعني، واحنا بدنا ننتخب من ريال مدريد، فالمفروض يعتبروهم ريال مدريد. اعتبروهم ريال مدريد، اعتبروهم ريال مدريد. والله كفو. ايش يا نير مالنا؟ ايش بصير معك يا كابتن؟ يا رب ريال مدريد يتحسن اداؤه ويتاهل لدور ال 16 لحتى احنا نقدر نتواجه معاه ونجلده. لازم نتواجه معه يعني من حد ما جاء دادا الفار. ادده ادده نير ولك نير، تفكر اللي على الجول اشتقن ولا يا معفن يا قندره؟ هل يعني انه اشتقن ما يكون في المنتخب؟ لا لا عادي استدعوه للمنتخب كويس، يعني بيحمل كفف نير. يا اخي والله انه ادارتنا متخلف، تروح تشتري لي لعيبه ما نداري عنهم في اسعار بلاوي زرقاء، ولك احنا عندنا جنابري وعندنا كيمش ما في داعي، اصلا ليفاندوفسكي مالوش داعي، بيعوه واشتروا بحقه ابصره كم لاعب. ليفاندوفسكي كويس كويس، ولكن الأرضية لما يلعب في الأرضية اللي مش كويسة ما بكون كويس، أما هو كويس فعليا يعني صح؟ صح هو فعليا كويس. يا رب ما بدي في الأيام هاي غير أنه ريال مدريد تأهل ونواجه ريال مدريد بس. يما 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 اجلد 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 بابا اجلد اجلد، تعالوا يا ريال مدريد تعالوا، ولكو تعالوا يا ريال مدريد تعالوا نوريكم جنابري، تعالوا نوريكم جنابري شو راح اسوي فيكم. انا مش قادر مش قادر، دم دم ببلش يفور. اعطونا ريال مدريد، بدنا ريال مدريد ان شاء الله، بدنا ريال مدريد. الايام اللي انجلدنا فيها من ورا الفار والتحكيم وابن الصرمه، يما شو راح يما راح يما شو راح نسوي يما شو راح نسوي. لا 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 انا مش قادر مش قادر، اعطونا ريال مدريد ان شاء الله، اعطونا ريال مدريد. طبعا هسه اداره بايرن ميونخ الفضيله والكريمه واللي بتفهم كثير بتروح بتبيع جنابري، جنابري بتبيعه لانه مبدع الله اخلاق، وبتروح بتجيب مين؟ اخوه لثيو هرنانديز، ماثيو هرنانديز، وبتروح بتشتريه ب 200 مليون وهو مصاب. الله عليك يا ادارتنا. ايش بلنتي نير يلا بدي تكسر عين اشتقن، بدي تكسر عين اشتقن، بدي عادي يا جماعه. لا هذا الحكي ما بزبط، 4-2 هاي ما بتخوف، بدنا نخوف، بدنا اياهم يرتعبوا، بدنا يلا يا جنابري يلا كمل معروفك. جنابري جنابري يا عمري، جنابري يا ريبر الجديد، يا روبن الجديد. 5-2 5-2 هل بتخوف الخصوم؟ لا بدنا اكثر، وي نيد مور. المشكله الوقت يعني المباراه قربت تنتهي، لو من الاول هيك جلدتوهم 10 زي ارسنال كان الكل بيخاف منا، هم اكيد بيخافوا يعني، بس هسه بدنا اياهم يخافوا اكثر، خصوصا ريال مدريد. بدنا اياهم لما يطلعوا يوقعوا معنا في القرعه يخبوا مان عقلهم، يكونوا خايفين من حد القرعه. انتوا عارفين لما يلعبوا القرعه يعملوا القرعه بصير في شهرين عطله، هاي بدي الشهرين هذول هم ايش؟ ميتين ميتين ميتين
ميتين. ايوه ايوه ليفاندوسكي. ايوه ايوه يا مهاجم، مهاجم ريال مدريد اللي كان على اساس انه يروح ريال مدريد. بس 6-2 6-2 بتجلد ريال مدريد. 6-2 كويس، 6-2 بتجلد ريال مدريد وبتخوف ريال مدريد لانهم مره خسروا 6-2. هسه برشلونه بكيف. جنابري لا لا لا، جنابري لا، خلص خلص خلص، ما في داعي يا جنابري، ما في داعي يعني، هسه بطل في تحفيل جنابري مع كورتوا شو راح يسوي؟ كويس 7، رغم اني مش حاب السبعة، كنت بدي 6-2 عشان نجلد ريال مدريد قبل ما نلعب معاهم، ولكن هدول ريال مدريد مشان الله ابوس المس، مشان الله هاتولنا ريال مدريد. ويل لاوروبا من شر قد اقترب، ويل لكم، هاتولنا ريال مدريد. بس 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 وقف اللعبه، هاتولنا ريال مدريد. شو بدنا في ريال مدريد؟ هسه انا بدي ابو البكبكيك. يا اما يا ابو البكبكيك شو راح اسوي فيك؟ والله لعمل منك بروستد يا ابن الصرمة. بكبكيك وينك؟ وينك يا ابن الصرمة؟ والله لا جيبك ذنك زلم، اطلع اطلع انت خبي جوا الثلاجة. والله بتعمل شو اللي ذنك زلم؟ هذا حيوان، هذا حيوان بريش. وينك تخبي هان؟ والله بتعملها فيش هان غير البوت، هو نفس البوت تقريبا، بس اللي اختلف انه هذاك براس. وينك ولا اطلع ذنك زلمة يا اخي. شو اللي ذنك زلمة؟ ضلكاش تقول ذنك زلمة، هسه بفكر حاله زلمة جد. اطلع ولا اطلع، انا عارف انك جوا البيت بس متخبي يا خسيس يا جاجة يا قندرة. اطلع ولك، صلك اسبوع بتطلع في وجهي هسه اختفيت، انا بعرف كيف اطلعك. تعي 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 ايش برضو تعي تعي مش انا بعرف كيف اطلعك، انا اللي بعرف كيف اطلعك. هذا الصوص الكيوت اللي جوا البيضة لمين؟ لاني بدي افقعه في الارض. لا ابني حبيبي، لقطك يا ابن الصرمه. بدك ابنك؟ ابشر، خذ هاي ابنك.